معنا الأستاذ الغول أحمد، كذلك من طاقم التربوي لابتدائية تواتي المسعود. سيد الكريم، نواصل كما سلفنا مع الزملاء. كيف هي علاقتك مع تلاميذك في القسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. علاقتنا بالتلاميذ كما قال زملائي وإخوتي، علاقة الأب مع أبنائه. احنا في المدرسة احنا نعاملوا التلاميذ، ما عندناش فارق ما قال بين الأستاذ وبين، احنا نعتبرهم أبناء. حتى كاين تلاميذ خاصة الكبار تاع سنة خامسة يعتبر الأستاذ زميل له، مش قال مثلا علاقة قال الأستاذ وتلميذ، معناها شغل العلاقة علاقة أبوة، قال الأب مع أبنائه. كيف تقضون وقت الفراغ هنا في المؤسسة؟ مع العلم ان لا كهرباء ولا حتى التدفئه. الاوقات تاعنا خاصه اوقات الفراغ، اذا كان مثلا عندك العمل، خاصه اذا كنت عندنا عمل قال مثلا عندنا مشاريع اللي نديروا فيه في المؤسسه، كاين مشروع مثلا كان المكتبه، مشروع مثلا التشجير، مشروع مثلا نادي الرسم الى اخره، كاين مشاريع هذيك نستغل اوقات الفراغ للمشاريع هذه. كيف هي علاقتكم كطاقم تربوي مع السيد المدير؟ علاقه ممتازه 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 جدا، خاصه بيننا وبين المدير هذا والمدراء السابقين، مش قال وعلاقه انا نخزر فيه اخ واب وكل شيء يعني، خاصه نفس الزملاء نظن يشاطروني الرأي.